خلونا نستكمل أخبارنا من داخل نادي الزمالك، وأكد مصدر مسؤول داخل الزمالك أن الإدارة لا تمانع في إعارة يوسف أوباما خلال الأيام اللي جاية، خاصة بعد العروض اللي تلقاها اللاعب من بعض أندية الخليج في الفترة الأخيرة. أوضح المصدر أن مجلس الإدارة بيشترط للموافقة على إعارة اللاعب أن يتم إلغاء الشرط الجزائي الموجود في عقده مع النادي واللي كان قد وضعه اللاعب خلال تجديد عقده، يعني بعض اللاعبين أسمائهم مرتبطة أكتر بالخروج عن النادي الأهلي والبعض عن نادي الزمالك، والبعض الاخر يعني في استمراريه واضح ان هي هتكون بيتم التجديد ليهم، وكل ده اكيد هيكون بيبان خلال اسابيع قليله لانه خلاص يعني السيزون اللي جاي قرب بشكل كبير، علشان تكون اللعيبه والادارات كمان على درايه كافيه مين معاهم ومين خلاص اصبح خارج الحسابات بشكل رسمي. بالتاكيد يا مرهان، ويعني هنتقل ايضا لواحد من الاخبار الهامه، 13 يوم بيفصلونا عن نهائي بطوله كاس مصر لنسخه العام الماضي بين فريقي الاهلي والزمالك، ومن هنا بدا المستشار مرتضى منصور الجلسات النفسيه اللي بيحتاجها لاعبي نادي الزمالك دايما في البطولات الكبيره عشان يقدروا يحسموا هذه المواجهه. المستشار مرتضى منصور امبارح الاربعاء كان في جلسه كده مع اللاعبين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، حال المستشار مرتضى منصور اتكلم في اكثر من شق، اهمها طبعا الدعم والمسانده للجهاز الفني واللاعبين، ثقته الكامله فيهم في احراز البطوله عشان يحصل نادي الزمالك على الثنائيه الخاصه ببطولتي الدوري العام الممتاز وكاس مصر لنسخه العام الماضي، عشان من المرات القليله اللي بيحصل فيها نادي الزمالك الثنائيه. كمان اتكلم مع اللاعبين قال لهم حاولوا ان انتم ما تشغلوش بالكم باي نتائج للمنافسين سواء اهلي او بيراميدز او اي فريق بينافس نادي الزمالك، لان لو هم فضلوا مركزين في النقاط اللي بياخدوها، ده طبعا بناء على تصريحات المستشار مرتضى منصور، هيفضلوا مستمرين في القمه، بيبصوا لقدام بمعنى اصح ما يبصوش على الفرق اللي بتلاحقهم. كمان المستشار مرتضى منصور صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الفتره الحاليه ودعمه ومساندته للاعبين، وخصوصا بطوله كاس مصر اللي هي اصبحت بطوله في هذا العام ولكن هي بطوله للعام المنصرم. طيب نروح للموسم ده اللي هو فيه تفاصيل كتيرة وفيه اقتراب كتير والمنافسة فيه شرسة وقوية جدا على تصدر المشهد وتصدر قمة الدوري، وواضح جدا ان احنا هنكون بنستمتع بكل مباراة على حدة في الفترة الاخيرة، لانه كل مباراة هتكون ثلاث نقط مهمة لكل الفرق اللي بتتنافس فيها المقدمة. بسبب ده طبعا عقد الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم داخل نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران امبارح الاربع على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، واكد فيريرا في بدايه الحديث على صعوبه المباريات اللي جايه في مسابقه الدوري، مشيرا الى ان الفتره اللي جايه لن يسمح فيها بالتهاون باي شكل من الاشكال، ويجب على كل اللعيبه تحدي انفسهم من اجل المساهمه في تحقيق الفوز بلقب الدوري. كمان شدد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك في حديثه للاعبين على أن يجب النظر إلى مباريات الفريق فقط، وأضاف علينا أن ننشغل بمواجهاتنا والتركيز على الفوز في مبارياتنا دون النظر إلى أي نتائج للفرق المنافسة، وأن الفترة اللي جاية بتحتاج إلى التركيز والإصرار. ده طبعا في إطار يعني تحفيز للاعبين، زي ما كنت بقول لحضراتكم أهلي زمالك وبيراميدز أكيد عنده طموح مشروع أن هو يكون متواجد بجانب فيوتشر، يعني في محاولات مشروعة جدا لكل الأندية، والاقتراب بتاع النقط بيخلي أن كل واحد لازم يكون بيركز جدا في الفترة اللي جاية، علشان أي إهدار لأي نقطة ممكن يكون بيكلف أي فريق بيتنافس على قمة الدوري أن هو يكون خارج الحسابات. بالتأكيد. وأخيرا قبل يعني ما نختتم أخبار نادي الزمالك، محبي نادي الزمالك خليني كده أحط حضراتكم في الأجواء الخاصة بأبرز ما حدث في التدريبات امبارح، تدريبات يوم الأربعاء طبعا، واستعدادات نادي الزمالك للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، المباراة إن شاء الله يوم 12 هذا الشهر. عدد من اللاعبين طبعا سريعا كده هتكلم عليهم، هبدا مع احمد فتوح اللي يعني الجهاز الطبي لنادي الزمالك بيحاول ان هو يجهزه. احمد فتوح طبعا كان تعرض لحادث سير بعدها اصابته بفيروس كورونا، فكان مش متواجد في مباريات نادي الزمالك، ولكن حاله احمد فتوح دلوقتي بتؤهله ان هو يبدا يشارك مع نادي الزمالك ابتداء من مباراه المقاولون العرب اللي هتكون موجوده يوم 12 المقبل. كمان عدد من اللاعبين زي محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك اللي بيواصل تدريباته التاهيليه، محمد عبد الشافي طبعا عنده اصابه على مستوى الركبه فبالتالي مش متواجد مع نادي الزمالك في الفتره الحاليه. كمان محمود علاء واوباما الحقيقه شاركت الثنائي في التدريبات الجماعيه، الثنائي طبعا
كانوا عندهم معاناة من الإصابة في الفترة الماضية، بيظهروا في مباراة بيغيبوا مباراة أخرى، ولكن بدأ نادي الزمالك أيضا أن هو يجهزهم عشان يتواجدوا في سلسلة المباريات المتلاحمة مع نادي الزمالك. أعتقد نادي الزمالك على ما أتذكر من جدول المباريات هيكون عنده مباراة قوية جدا بفاصل 4 أيام فقط عن مباراة النادي الأهلي في بطولة كاس مصر. المباراة دي أمام غزل المحلة على ملعب المحلة، فأعتقد نادي الزمالك هيكون عنده جهد بدني قدام فرقة جراية، فرقة غزل المحلة فرقة عندها لعيبة كتير جدا صغيرين في السن، لعيبة هتستغل المباراة وجودها في ملعب المحلة، هتستغل طبعا الصحوة اللي بيعيشها فريق غزل المحلة حاليا بوجوده في المباراة النهائية أيا كان النتيجة بتاعت كاس الرابطة. ولكن وجود نادي الزمالك أو الأهلي لما بيروحوا ملعب المحلة بتبقى مباراة صعبة جدا على قطبي كرة القدم المصرية، وآخرهم الموسم الماضي طبعا لما تفوق غزل المحلة على النادي الأهلي وتفوق كمان على نادي الزمالك. أعتقد مباراة تكون بحسابات لفيريرا، هل هيعمل فيها جهد بدني كبير جدا ولا هيريح لعيبه نادي الزمالك املا في بطوله كاس مصر. اعتقد مباراه كلها اثاره، وبقينا بقى بنبدا احنا كمان نتكهن بايه اللي هيحصل يا مريم.